السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم، وإن شاء الله بإذن الله جمعة سعيدة مباركة. ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا وعليكم بالصحة والعافية والستر، ونكسر جميعا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم بنعمل فكرة جديدة وبنحاول نطور، لأن احنا في دردشة معاكم على الفيس، والدردشة على السوشيال ميديا ما بتحتاجش لقوالب ثابتة، يعني كل يوم بفكرتها. يعني النهاردة أصدقائي الأعزاء فريق الإعداد معايا، لقيتهم مجمعين لي مجموعة آراء من الناس الزملكاوية اللي تابعوا الماتش. فبدل عجبكم ان احنا نبدأ كورة في دقايق زي ما عملنا امبارح، نبدأ كورة، لان انتوا عارفين ان احنا فاصلين ما بين فريق كرة القدم واسم الزمالك العظيم، وما بين الخلاف على الإدارة الفاشلة التي يقودها مرتضى منصور، والتي من خلالها هو مغتصب لنادي الزمالك حتى يحرره الله من يديه ويعود إلى الزملكاوية مرة أخرى. طيب، الأول خليني أشكركم زي ما اتكررت امبارح، أنتم أصحاب التأثير وأنتم أصحاب الفضل بعد الله عز وجل فيما وصلنا إليه على السوشيال ميديا. يعني لكم مني كل التقدير والاحترام، الناس اللي بتشير وهي بتتفرج، والناس اللي بتشير بعد ما بنخلص وتدخل تشاهد الفيديوهات، بشكركم شكرا جزيلا. الانتشار على نطاق واسع، والتأثير بفضل الله وكرم تكرم حضراتكم بالمتابعة والمشاهدة، مخلينا الحمد لله على أرضية صلبة وأرضية محترمة، ومخلينا مكملين في قضية الحق حتى النهاية. أيوة مكملين، لأن احنا بنوجع وبنوجع قوي، وبيتعمل لنا حلقات وسهرات عشان بنوجع، ولو احنا مش واجعينه ومش مؤثرين كلنا، انتم اللي بتتفرجوا قبلية، انتم المؤثرين قبلية، انا ما انا الا اداة. لولا بنوجع ما تتعملش حلقات علينا كلها كذب واباطيل، ما يقعدش ده يشتم وده يشتم وده يشتم. وكعهدنا كلهم زملاء افاضل، هم يسيئون ونحن نحترمهم، هم يسبون ونحن نشكرهم، هم يشتمون ويدعون علينا بالباطل ونحن نحتسب ذلك أجرا عند الله عز وجل. وما تنسوش ان اللي اتعمل امبارح في حلقة الحدث اليوم، واللي اتعمل في برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم فيما يمس شخصي، لن اتحدث فيه إلا باللي أنا دايما بفكركم به، الكلمة الطيبة والحسنة. الأستاذ محمد الراعي له مني كل تقدير واحترام، والأستاذ محمد رجب له مني كل تقدير واحترام، والأستاذ علي بركة، الثلاثة اللي كانوا في الاستوديو لهم مني كل تقدير واحترام. أنا مفيش مشكلة بين حضراتكم ولا بين أي محلل، أنا المشكلة مع كبيركم اللي مشغلكم. بس عايز أقول كل الكلام اللي انتوا قلتوه أرد عليكم بحاجة واحدة بس، لأني أنا مش أفضل من الصحابة، ولن أكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولا أي حد في الكون إلى أن تقوم الساعة يصل إلى ذرة من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيع. أرد على حضراتكم باللي قاله الرسول لأبو بكر الصديق، عندما دخل رجل على أبي بكر وكان بجواره رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب أبي بكر، فسكت أبو بكر، فسبه ثانية فسكت أبو بكر، فسبه ثالثة فرد عليه أبو بكر، فغادر الرسول المجلس، فقام خلفه أبو بكر مسرعا، لما غادرتنا يا رسول الله؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما سبك في الأولى يا أبا بكر وسكت كانت الملائكة ترد عنك، وعندما سبك في الثانية وسكت كانت الملائكة ترد عنك، وعندما سبك في الثالثة ورددت أنت ذهب الملائكة وجاء بدلا منهم الشيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه الشيطان. فكيف لي أن أرد وأستبدل الملائكة الذين سخرهم الله لي ليردوا غيبتي والأباطيل والأكاذيب التي تناولوها في حقي دون أن أفندها بشياطين؟ لا يمكن.
الحمد لله ان ربنا سخر لينا ملائكة ترد علينا، لكن انا برد على كبيرهم، لان الرد على كبيرهم حسنات تثني عليها الملائكة ويرضى عنه الله عز وجل، لاني برد من اجل قضية حق، لاني صاحب رسالة ومكمل فيها للاخر. ونبدأ من مباراة الزمالك ومصر المقصة. خلينا نقول احنا النهاردة عملوا لنا حاجة ظريفة والله عجبتني، جمعوا لي مجموعة آراء لبعض المتابعين من الجمهور للمباراة، فخلينا أقول لكم دي مش رأيي، دي مجموعة آراء لحضراتكم قبل ما أقرأ تعليقاتكم ورسائلكم. الأستاذ محمود أبو شنب عليه الصلاة وأفضل السلام صلى الله عليه وسلم، وعار لكم تعليقاتكم عشان ما تزعلوش مني ونتواصل معاكم، بس سامحونا كبرنا بقى خمسينات وكده والشوف على قد، وحتى النظارات مش نافعه من كتر القرف اللي احنا بنشوفه. طيب خلينا نبدا الاول نبارك للزمالك ونقول له مليون مبروك الفوز على مصر المقصه 1-0. وخلينا اقول لكم نهجي، اني انا لا استطيع ان احكم على مدير فني الا بعد الاسبوع العاشر من الدوري، ولكن ما دمنا تحدثنا بالامس عن فايلر المدير الفني للنادي الاهلي وقلنا البشاير بتنبئ بالخير ومباراة الاهلي والانتاج، انا في وجهة نظري كمراقب ليست معيار لان الموسم طويل، ولكنها بشاير قوية جدا تنبئ عن نتاج قوي اعاد للاهلي هيبته وسمعته الكروية. طبعا مباراة كانت اكثر من رائعة ورباعية من العيار الثقيل، قال عنها مختار لقد كنا في أزمة طوال المباراة ولم نستطيع أن نجاري فريق النادي الأهلي في أغلب أوقات المباراة. النهاردة الزملكاوية والأهلوية مع بعض كانوا بينظروا زي ما الزملكاوية والأهلوية كانوا مبارح بيبصوا لمباراة الأهلي والإنتاج بوصف أن الإنتاج خصم قوي، فاختبار حقيقي لفايلر والنادي الأهلي في الدوري، دعك من مباراة الزمالك السوبر لأن دي كانت اختبار لكلا الفريقين، والأهلي أدى أكثر من رائع في الشوط الأول والزمالك تألق وأدى مباراة رائعة في الشوط الثاني. ولكن النهاردة مباراة الاتحاد والزمالك اللي انتهت 1-0 ومباراة الأهلي وسموحة في الأسبوع الأول اللي انتهت 1-0 لم تكن معيار، لأن كلاهما كان جاي من أفريقيا ومرهق وكانت الناس بتنظر من بعيد وكان الأداء متقارب إلى حد ما، وكانت النتيجة معبرة ومرضية لجماهير الأهلي على سموحة ولجماهير الزمالك على الاتحاد. يعني نتيجة 1-0 واحنا جايين من افريقيا وجايين من سفر، الاهلي فاز 1-0 على سموحة، الاتحاد فاز 1-0، الاهلي فاز، الزمالك فاز 1-0 على الاتحاد، كانت مرضية لانها 3 نقاط وانا لسه جاي من سفر ومرهق واسباب كتيرة جدا. لكن مباراة الانتاج اعتبرها المراقبون اختبار حقيقي للنادي الاهلي. النادي الاهلي امبارح زي ما قرينا لكم برضه التعليقات، الفكرة كانت عجبانة وقرينا امبارح تعليقات ليكم وقلنا لكم ابعتوا لنا قولوا لنا رأيكم في المباراة، لان الدردشة على السوشيال ميديا غير الفضائيات انتم الابطال فيها وانا مجرد اداه بوصل صوتكم. الناس امبارح قالت ان الاهلي فريق رهيب، ان الاهلي بيقول من خلال مباراه الانتاج انه غير، ان المدير الفني ده عمل حاله اللعيبه طايره في الملعب يمين وشمال، محدش عارف يلعب فين ورايح فين وجاي منين، واديله والدنيا مولعه في الملعب و90 دقيقه ممتعه كانك بتتفرج على مباراه اوروبيه، والانتاج الحربي ما شفناهوش غير 7 دقائق في الشوط الثاني. وبعد كده ال7 8 دقايق دول الراجل فايلر طلع راجل دماغه عاليه قوي، راح رامي برمضان صبحي ناحيه الناحيه اللي كانت نشطه بتاعت الانتاج الحربي وعمل تغييره ودفع بوليد سليمان، فعشان كده الناس كانت مبسوطه منه امبارح دون الخوض في فنيات. حالة الانبساط دي خلت الاهلاويه قالت ايه؟ ده بكره الزمالك ومصر المقصه، يا ترى الزمالك هيظهر بزي الاهلي؟ ما هم عايزين يشوفوا منافسهم اخباره ايه؟ خصوصا النهارده كان في بيراميدز وطنطا خارج الديار بالنسبه لبيراميدز، فالنهارده المراقبين والمحللين بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاهلي الزمالك بيراميدز يدخل المصري يجي سموحه، ولكن الدوري كده شكله منحصر ما بين الاهلي والزمالك السنه دي بنسبه 90%، على امل ان بيراميدز لو فوق شويه ممكن يدخل في منافسه ويجي مع المصري وسموحه ومش عارف ايه، الا لو ظهر لنا حصان اسود فجاه بلا مقدمات. لكن الرؤية لغاية دلوقتي مش واضحة ولسه الأسبوع التاني.
فعشان كده انت بتعمل استقراء بعد مباراه الانتاج والاهلي. يا ترى هنشوف الزمالك زي ما شفنا الاهلي؟ الزمالك والمقصه ومصر المقصه مباراه هي نفس الميزان الكروي اللي فيه اللي كانت عليه مباراه الاهلي والانتاج. يعني لما نيجي نقول الانتاج ومصر المقصه من انديه وسط الجدول والمقدمه والمربع الذهبي، لانهم هم دائما في المناطق الدافئه وحققوا كلاهما المربع الذهبي في الدوري المصري. فالنهارده فرقتين من الميزان التقيل في الدوري، يعني مبارياتهم يتقاس عليها فكر مدربين ويتقاس عليها اداء لاعبين. فلما شفنا المقياس والترمومتر بتاع مباراه الاهلي والانتاج النهارده، كله بقى اهلاويه عايزين يشوفوا منافسهم التقليدي يا ترى اخباره ايه مع مصر المقصه، خصوصا ان المدير الفني ميدو والمباراه الاولانيه في كاس مصر ما بين الزمالك ومصر المقصه 1-0، وكانت الكفه اللي ناحيه الزمالك وكانت اول مباراه للمدير الفني للزمالك وحقق فيها الانتصار والصعود. طيب بصوا لده ازاي، الاهلاويه عايزين يشوفوا منافسهم التقليدي، الزملكاويه بقى قلقانين من اداء الاهلي، ده تحليلي، وعايزين يشوفوا فريقهم بقى هينافس الفرقه دي ازاي. على الرغم ان انا بالنسبه للاهلاويه اللي بيراقبوا منافسهم التقليدي الزمالك بقى لهم لسه بدري، وبالنسبه للزملكاويه النهارده كانوا عايزين يشوفوا مدى قوه فريقهم تجاه اللي شافوه من الاهلي امام الانتاج، بقول لهم برضه لسه بدري، ولكن انا بتكلم بلسانكم. فالنهارده جت الامور بالنسبه للزملكاويه مخيبه سنه للامال، وان كنت انا بقول لجماهير الزمالك لسه بدري وما تحكمش على الامور دلوقتي، الزمالك لغايه الاسبوع ال 16 ولا ال 15 ولا ال 14 السنه اللي فاتت ما كانش حد عارف يبص عليها، طاير في السماء ومتصدر والدنيا زي الفل. في 7 ايام بعد بطوله افريقيا الزمالك خسر بطوله الدوري والاهلي فاز بها بفارق 8 بونت وقبل ما تنتهي باسبوع. يعني انت بتتكلم في قصه كبيره، والاهلي السنه اللي فاتت كان اسوأ حالاته واسوأ بدايه ليه من 20 سنه. مش من يوم ولا اتنين، ده كلام الخبراء مش كلامي. طب يا ترى الزمالك النهارده قدام فريق مصر المقصه طمن الزملكاويه زي ما الاهلي قدام الانتاج طمن الاهلاويه؟ اذا كنا بنتعامل بالقطعه اللي انا برفضها، الزملكاويه ما طمنوش زي ما طمنوا الاهلاويه. عشان كده هقرا لكم بعض الحاجات اللي جات لنا. يعني هنا في حد اعتبر ان الفوز النهارده هو مقلق، وانه بيخلينا نقول ان الزمالك عندما يكون في المواعيد الكبيره نخشى عليه من المقالب المعتاده او فقدان النقاط. ميتشيو بالنسبه لي، حد بيقول لي ميتشيو بالنسبه لي في هذه المباراه اكذوبه، ما اقدرش اقول اكذوبه بالمجمل، لكن ممكن في هذه المباراه انا شفته اكذوبه، ده راي حد تاني، لاني انا شفته في الملعب اللي بعت لي بيقول انا شفته في الملعب انه النهارده كان امام مصر المقصه بلا رؤيه، والفريق كان الى حد ما متخبط وملوش شكل ولا طريقه واضحه في الاداء، مستوى اللاعبين جميعا كان هابط خصوصا في الشوط الاول، مفيش لاعب واحد تقدر تسمن عليه او تثني على ادائه، حتى مصطفى محمد النهارده كان بعيد عن مستواه، ودي حقيقة. كمان التغيير اللي عملها الراجل ميتشيو كانت غريبة جدا، انه دفع بخالد بوطيب فجأة وكان بيلعبه تحت راس الحربة مش مكانه خالص، هو خالد بوطيب اصلا متميز في الصندوق والكرات العالية. فحد بيقول لي انا شايف التغييرة ان ما كانتش واضحة المعالم ولم تفيد الزمالك، الكور الثابتة على عكس الاهلي كنا شايفين فيها جمل، قدام الزمالك ومصر قدام مصر المقصة الزمالك ما ورناش جملة مفيدة. ميتشيو بالنسبة لينا في هذه المباراة نحتاج منه كثير أفضل مما شفناه النهارده، يعني ما اهتمش بمباراة مصر المقصة بالشكل الذي كنا نتمناه. الشوط الثاني حد بيقول لي أهو، بيقول لي الهدف أعتبره تجرؤ من زيزو بمجهود فردي لا يحسب لفكر مدير فني ولا يحسب لأداء جماعي في الملعب. حد تاني بيقول لي تجرأ ميدو المقصة في الشوط الثاني وسيطر تماما على الملعب، ولجأ الزمالك للدفاع بعد الهدف وتضييع الوقت بشكل لا يليق بالزمالك، وأول مرة أرى جمهور الزمالك خائف عندما احتسب الحكم 6 دقائق وقت ضائع خوفا من التعادل. حد تاني بيقول لي الصفقات الجديدة أقنعتنا
في بعض الأوقات، ولكنها في مباراة مصر المقصة لم تقنعنا، بل إن في بعضها اتفضح تماما، خصوصا إن هو اللي بقى بيقول إنه مش راضي على الأسلوب اللي طلع بيه اللي تم بيه التغيير، سواء خالد بوطيب اللي لعب تحت رأس الحربة في مركز 10، ولا حتى عبد الشافي اللي ما شاركش اصلا، على الرغم انه مش عارفينه بيثبت عبد الشافي ولا عبد الله، يعني حد بيقول كده، يعني ده مش كلامي. ميتشو صرح وقال انا خفت لما محمد ابراهيم نزل، وده يليق بمدير فن الزمالك، ده حد تالت. فضلت الدفاع للحفاظ على الفوز والخروج بثلاث نقاط. حد تاني بيقول لي الاستوديو التحليلي في اون سبورت يا كابتن كانوا بيتكلموا وبيقولوا الحقيقه، رغم ان جمهور الزمالك كله كان حاسس ان النهارده الفريق خارج الخدمه، ولكن كان ملاحظ ان الكابتن ايمن يونس مرعوب جدا من شيء ما في الوقت اللي كان بيتكلم فيه الكابتن حازم امام بشكل محترم، ولكن يبدو ان كان خايف ايمن انه يتهاجم من مرتضى منصور، فكان كلامه غير واضح. انا حد بيقول لي البدايات مع جروس افضل، لسه برد عليه بقول له لسه مباراتين، لا تحكم على الامور مبكرا. حد بيقول لي تاني يا ريت يبقى فيه اهتمام اكتر من كده لدى المدير الفني بمباريات الدوري، لان الدوري يبدو من اوله قوي جدا، والنقطه اللي عضيها مش هتتعوض على مستوى الكبار، يقصد الاهلي وبيراميدز والمصري وكده. اعتقد ان على جميع فرق الدوري، حد بعت لي تاني، ان تطمع في ان تكون في مرتبه كبيره جدا علشان خاطر نشوف دوري قوي جدا. حد تاني بيقول لي مباراه الاهلي بالامس مع الانتاج الحربي ادت انذار قوي تخوف لكل الانديه من النادي الاهلي، في حين ان مباراه الزمالك النهارده من وجهه نظره يعني هتخلي فرق كتيره تطمع في الزمالك، بس انا بختلف معاه في وجهات النظر. حد تاني بيقول لي المقصه النهارده كانت كشف الملعب اكتر من الزمالك، ولا داعي للانتظار كثيرا، ولا نعلق امالا على، يعني بيقول اني دايما وابدا مصر المقصه بتاخد منهم لعب لكن ما تاخدش منهم نتيجه، خصوصا في المباريات اللي امام الزمالك، بس دي مش معيار يعني، لان الزمالك المقصه كان كعبها عالي جدا على الزمالك حتى لما كانت مع الكابتن طارق يحيى ومع الكابتن ايهاب جلال. يبدو ان الصفقات محتاجة تجانس اكتر، وان حكمنا على الامور كان مبكرا، وكلام رئيس النادي عن ميتشو المدير الفني وعن صفقاته اخاف ان يكون يعود بالسلب فيما جاي. حد تاني بيقول الحكم محمد عادل لم يحتسب ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس بعد تدخل التونسي النقاز بايده ورجله على محمد ابراهيم ودهسه داخل منطقه الجزاء. عايزين السنه دي ما نتكلمش كتير عن التحكيم، لك وعليك. بس انا عايز اتكلم عن الفرصه الذهبيه اللي ضيعها محمد ابراهيم، ده افضل نتكلم عنها، افضل من الكلام عن التحكيم. محمود علاء يعني النهارده كان متوتر بدون داعي، وكانت مشكله بعد نهايه المباراه خد فيها الانذار الثاني واطرد. والغريبه ان الاستوديو لم يعلق على التحكيم في اون سبورت، حد بيقول لي الاستوديو لم يعلق في هذا الامر بشكل يعني عرفنا المشكله كان سببها ايه. والله وانا ما عرفتش المشكله سببها ايه، يعني ما مش عايز اقول حاجه ما اعرفهاش. كمان حد بيقول لي ارى ان اللي جاي مخيف، لان الاداره متخبطه وفاشله، وحتى لو انت بتتكلم كتير وتقول نعزل الزمالك وفرقه الكوره لابد ان تتاثر، سواء ده كان بمزاجك او غير مزاجك، عادي وجهات نظر. انا شايف ان نحاول نعزل اسم الزمالك وفرقه الكوره، ولكن يبدو ان الامور، انا متفق معاك في ان طبعا فرقه الكوره بتتاثر، جمهور الزمالك. حد تاني بيقول لي جمهور الزمالك بيشعر بالخطر، وانا عايز ارد عليه اقول له لسه بدري جدا على الكلام ده، ما نقدرش نقول احنا في الاسبوع الثاني، والمنطق علمنا وشغل 30 سنه في المهنه خلانا نقول اياك ان تحكم على مباراه
بشكل عام، ما تديهاش لغه العموم. اللاعب المصري الرهان عليه صعب، ممكن تلاقي الاهلي الماتش الجاي اوحش مما شفته عليه، ممكن تلاقي الزمالك في قمته ومكسر الدنيا. فعشان ما تندمش على حكم مبكر، لسه بدري لسه بدري، لا تحكم على فايلر ولا على ميتشيو الا بعد الاسبوع العاشر، المنطق بيقول كده. عشان ندي للادارات منطق انها تحافظ على اجهزتها الفنيه، ما نعملش التوتر من الاول. في النهايه كره القدم مش هتقول المقصه لعبت مباراه حلوه بتقول الزمالك فاز 1-0، مش هتقول الاهلي لعب ماتش عمره قدام الانتاج، هتقول التاريخ هيقول ان الاهلي فاز 4-0 على الانتاج. ايا كانت الارقام، هنا 3 نقط وهنا 3 نقط. فالراجل النهارده ميتشيو في النهايه خد الثلاثه بونت، هو من وجهه نظره لما حد يحاسبه يقول انا خدت الثلاثه بونت. فدي في حد ذاتها بس فكره جديده انا حبيت يعني حتى طبعوا لي ده، لان ده جالنا على الصفحه قبل ميعاد اللايف والناس طبعت، وبس مشاركه مني. انا ما بحبش اتكلم في فنيات كتير وما بحبش اخوض بالشكل ده، بس دي ارائكم. بس اتمنى بعد كده ان الناس تبعت اساميها، لان كله جايب ارقام تليفونات، عشان كده ما عرفناش نقول اسم حد. خلينا اتكلم في دقيقه عن بيراميدز وطنطا، واقول ان بيراميدز وطنطا النهارده بيراميدز لعب شوط اول اكثر من رائع، كان ممكن ينهي برباعيه نظيفه، ولكن يعني ليس في الامكان ابدع مما كان. الحكم طارق سامي احتسب في الشوط الثاني ضربه جزاء وهميه لصالح طنطا، ولكن في النهايه النتيجه 2-1 لبيراميدز. والظهور ده اللي انا بقوله بقى النهارده واضح جدا، ارهاق فريق بيراميدز اللي لسه جاي من الجزائر 48 ساعه، واضح الارهاق وما تقدرش تحكم على الامور بالشكل اللازم. طيب في بعض الرسائل جات لي تاني اهي، النهارده بقول لكم بنغير في تامر الشيخ اهو، منور الدنيا يا كابتن، مساء الفل. الاستاذ محمد عطيه، نقطتين ماتش الاتحاد وثلاثه ماتش المقصه، يبقى 5 نقاط حرام. مش فاهم ايه نقطتين ماتش الاتحاد، مش فاهم يا استاذ محمد، مش فاهم رسالتك. طارق العجمي، مساء الفل عليك وعلى كل اسكندريه. يا عبده، مش مهم الوجع، المهم يتخذ قرار من الدوله معاه، يعني بيتكلم عليا ان احنا بنوجع، بس المهم يتخذ قرار من الدوله، لا يضيع حق وراءه مطالب يا صديقي، بيتكلم عن المقدمه، لا يضيع حق وراءه مطالب يا استاذ وليد. ابو الليل، ابو ليلى، معرفش وليد والتاني مقطوع، معرفش لو انا بقول الاسم صح قول لي، لو انا بقوله غلط قول لي. الاستاذ علي بيقول لي لسه مرتضى بيجعجع وبيشتم وبيشخط في الغندور. خلينا في حالنا عشان الناس زهقت، خلينا يعني ايه، حتى احنا بدينا نتكلم بفنيات عشان ما نبقاش شغالين، يعني خلاص ده راجل جعجاع وملوش اي لازمه، وخلاص راجل مسلي، واحنا مع قضيتنا للنهايه وعندنا اخبار هتوجعه جدا النهارده. الاستاذ طارق العجمي بيقول لك ما هو الكبير عندهم مش محترم، ما تخلطش الزملكاويه، كبيرهم ربنا، ونادي الزمالك نادي عريق، لكن ممكن تقول كبير الاداره، بس ده تصحيح. اشكرك على حديث سيدنا ابو بكر وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. منور يا استاذ عبد الناصر، بيتو اديله على دماغه. محمد السيد، انت راجل محترم جدا، اشكرك شكرا جزيلا. منور يا عبد الناصر. الاستاذ عزت، ما بلاش القميص اللي ماركه ده من ساعه ما طلعت بيه وهو ماسكها عليك من يوم المكسرات، انت لسه فاكر. مبروك للزمالك والاداء سيء جدا. الاستاذ وليد، الاستاذ مصطفى فتوح، انت محترم وانا بتابعك كل يوم. الاستاذ مها محمد كامبا، ازيك يا عم محمد. طارق الباشا، احلى مساء يا كابتن الشربيني ابن النيل، مساء الفل يا عم شربيني، اهو بقرا اهو قبل ما نخش في اخبارنا. محمود ابو شنب،
صلى الله عليه وسلم، وبشكرك على المقدمة. إعلامي محترم، أشكرك يا عم إسلام. عن الآخرين نختلف، أكاونت اسمه كده منور، أشكرك شكرا جزيلا. ابن المراغة، ابن الأصول، أحسن ناس المراغة طبعا، عم طارق وكل الناس فوق دماغنا، طارق العجمي، وتحياتي لكل الناس في اسكندرية. محمود أبو شبيب، لا يا أستاذ عبد الناصر، في الأول كان ميتشو كويس وبعد كده ميتشو مش كويس. أنا بقول، خلي بالك أنا قلت كلام قاسي، رأيكم من المفترض أنا ما أقولهوش لأني مش مقتنع بيه، عشان أبقى أمين، مش دفاعاً عن الزمالك. غلط الحكم على الفرق يا جماعة بدري، أنتوا كده بتعملوا قلق في استقرار الفريق في الزمالك، ما نقدرش نحكم من مباراة. أنا قريت الكلام رغم قسوته، وأنا معاك إن النهاردة ميتشو ما كانش كويس، واللعيبة كانت أوت أوف مباراة، ولكن ما نقدرش نحكم. ده كلامي أنا كراجل مراقب، لكن انت انفعالاتك عواطفك كزملكاوي انا بحترمها، ولكن انا مش مقتنع بالمره ان الزمالك تتقلق، ممكن حد يقلق عليه، احنا في الاسبوع الثاني، تقلق على الزمالك بعد الماتش. انا لو ايدتك ما بفهمش يا صاحبي، مش معنى كده انك انت لا قدر الله ما بتفهمش، لا، انت عشان عاطفتك هي اللي بتخليك تقول رايك. الماتش الجاي الزمالك هيعمل ماتش العمر، انت هتيجي تقول ميتشي ورائع، الفرقه ملهاش حل، شيكابالا يا شيكابالا، ما انت اللي رقصت الشيكابالا بعد نهائي الكاس، وانت اللي قلت ميتشي وكذا وميتشي وكذا. تمهل تمهل تمهل، انا بتكلم كمراقب ولست كمشجع، مع احترامي ليك وانا بقول ارائكم. الاتحاد سيد البلد، طبعا سيد البلد ونص. طارق العجمي مشجع الاتحاد الكبير. مصطفى فتوح، انت محترم، اشكرك شكرا جزيلا. عم طارق بيمسي مره تانية. الشربين ابو النيل، ابو الليل، بشكرك على المقدمه وعليها افضل الصلاه والسلام. الحاج سعد ابو صندوق، خلينا اقف عند الحاج سعد ابو صندوق بدل الحاج سعد بيتابعنا في اللايف، فانا بقول له شرف كبير لينا انك انت تتابعنا. الحاج سعد ابو صندوق رئيس نادي الرجاء بمطروح، شيخ العرب المحترم الكريم اللي يعني لا يألو جهدا انه هو يعني دائما وابدا عندما نحل ضيوفا عليه، يعني شيخ عرب وابو الكرم، فتحياتنا ليه ولكل اهالي مطروح وكل شيوخ العرب وكل الناس وكل نادي الرجاء، حبايبي واصحابي. ويا ريت تسلمني على كل اعضاء مجلس الاداره يا حاج سعد، ووحشنا جدا جدا. الصيف ده اتحرمنا من رؤياك في مطروح لاني ما سافرتش، ولكن اعدك بزياره خاصه، وسامحنا على اي تقصير. الأستاذ حاتم، والأستاذ عزام بيقول مدرب الأهلي رجع الروح للعيبة، متفق معاك، ولكن لا تحكموا على الأمور مبكرا. ده كان كلامنا بالنسبة للمباراتين النهاردة في بداية الحصاد بتاع النهاردة، وعكم ناخدش وقت طويل. طيب نخش على أخبارنا في نادي الزمالك. في الجزء الثاني النهارده من الحصاد حدث في نادي الزمالك، بعيدا عن المباراه كده، خلاص الزمالك اللي احنا بنحبه فرقه الكوره قفلنا الصفحه، نروح بقى لشغل الجنان وشغل المعاتيه. ايه اللي حصل النهارده؟ عايز اقول بس لابو احمد حبيبي، ابو احمد مرتضى منصور، عايز اقول له والنبي لما تيجي تعيب عليا في المكتب قدام الموظفين، وبحاول تفتكر ان ربنا اللي خلق صوتي، وممكن يسخطك قرد. دي حقيقه، ده ربنا سبحانه وتعالى، هو انا يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق صوتي ده وخلاني اعتز بيه وخلاه مصدر سعدي في الحياه، فانا اعتز بصوتي اعتزاز احلى صوت في الدنيا بنفسه، لان هذه هديه من عند الله، وربنا سبحانه وتعالى لا يخلق الا كل شيء عظيم، فلا تعيب المخلوق لانك تعيب الخالق، هذه صنعه الله، ومن أفضل من الله صنعة. بس دي معلومة ليك، عشان انت ايه الجنون ركبك والعملية فوتت معاك، وبين عليك بتفكر بالمقلوب، او ودانك بقيت لسعة قلبت تحت وتحت بقي فوق، فربنا يعينك يعني. فانت قادر وانت ماشي، ما انت عندك سكر نادر اقدر اعايرك بيه، ربنا يشفيك ويشفي كل مريض. انت عندك سكر ما بيجيش كل 2 مليون واحد،
ربنا اختارك دونا على 2 مليون وجاب لك هذا السكر النادر اللي هو بيعمل حالة العصبية عندك باستمرار وبيخليك دايما نرفز وبيخلي اعصابك بايظة، واليومين دول حتى انت متوتر، وانا عرفت من الناس عندك في مكتبك انك انت بتاخد حتى مقويات كتير عشان تقدر تقاوم. خلي بالك من نفسك لان المقويات دي ممكن تعمل لك هبوط وممكن تخلي السكر يزيد عليك، واحنا مش عايزين نخسرك يا ابو احمد. ابو احمد احنا مش عايزين نخسرك برضه. ايوه الناس قرفانه منك، لكن اهو في النهايه يعني اللي ما معهوش يشتري بجنيه لب بيتفرج عليك. اهو انت راجل مسلي من منطلق انك انت مالكش لازمه والعمليه تمشي. يعني لما تيجي تجيب سيرتي قدام الموظفين في مكتبك يا ابو احمد، شوف الاحترام بقى بتاعي يا ابو احمد، يا ابو امير، يا ابو اميره. لما تيجي تجيب سيرتي في المكتب ما تبقاش تشتم، عشان اقرب مليك اللي بياخدك بالحضن ويبوسك بيتصل بيا يقول لي، لان هو وغيره اول ناس يتمنوا رحيلك من الزمالك. اقول لك تاني، شوف انت بوست مين النهارده وانت داخل يا ابو احمد، شوف انت بوست مين النهارده وانت داخل، وقول له ليه اتصلت بعبد الناصر زيدان وقلت له ان انا شتمت عليه وقلدته في المكتب. ومش عايز اقول لك قلدتني ازاي، مش مشكله، انا عارف ان انا بطلع لك في المنام وبطلع لك كوابيس وعامل لك ازعاج، والحمد لله ان انا ماليش في اكتر من ان انا اطلع في الكوابيس. الحمد لله ان انا الراجل بتقي الله وما بعملش اكتر حاجه من كده، يعني كفايه الرعب اللي انت فيه وكفايه الالام اللي انت فيها، فيعني ده فضل من الله وهذا يكفينا يعني. فلما تيجي تشتم تاني وتقعد تقلد صوتي قدام موظفينك، حاول الاول تعرف ان اللي موجود في المكتب عندك مش بيتصل بيا، او اللي موجود عندك في المكتب ما بيكرهكش وعايزك تسيب النادي في 60 داهية، علشان بعد كده بيتصل يقول لي. فدي بس معلومه ليك، بزغزغك كده. تعال بقى للحاجه التانيه بقى يا حبيبي، عايز اقول لك على حاجه حصلت النهارده في المكتب وانا عارفك انك انت مش هتفوتها. اقراها لك من الرساله اللي جات لي. عايز اقول لكم يا جماعه تفاصيل الحوار اللي دار في مكتب مرتضى منصور مع المدير المالي الست مدام شهيره رشاد من جوه مكتب مرتضى منصور. والله من جوه مكتب مرتضى منصور. مستغربين ليه؟ من جوه مكتب مرتضى منصور. ما هو انا راجل برد بالورقه والقلم. انت بدل ما تطلع الخدامين اللي عندك يشتموا الناس، وبدل ما انت شغال بلسانك الزفر تشتم خلق الله، اطلع رد بالورقه والقلم على اللي انا بقوله. لاني انا لن اقف كثيرا امام السب والشتم، لان اي واحد جعجاع ما عندهوش دليل ولا مستند بيقعد يجعجع ويشتم عمال على بطال. فالناس عارفه ما بتشتمش غير المحترم وما بتسبش غير الراجل الشريف. فسبك لينا يزيدنا احتراما، وشتم خدامينك لينا بيزيدنا تقدير عند الناس، اما حقنا فعند ربنا. النهارده يا جماعه الخير مرتضى منصور بعت لمدام شهيره رشاد، ومن داخل مكتبه حدث الاتي. تفاصيل الحوار بالظبط، استدعى مرتضى منصور مدام شهيره رشاد المدير المالي للنادي كعادته اليوميه عشان يطلع على اخر الارصده في النادي، تكيه ام عباس طبعا، واخدين بالكم انتوا؟ يعني مفيش فلوس في البنك، فالراجل مانوال داخل السوبر ماركت بتاع ابوه اللي ورثه منه شركه مرتضى منصور للادوات الرياضيه. فبيجيب المدير المالي زي ما انت تجيب الكاشير كده لو صاحب سوبر ماركت، ايه اخبار الخزنه النهارده يا حاج؟ فطبعا هي مفيش دوله، فايه اخبار يا حاج شهيره رشاد؟ ايه اخبار الفلوس النهارده والخزنه؟ ايه حصلته كويس ولا ايه الاخبار؟ تحس انه كده في شادر السمك في سوق العبور مش في نادي محترم. قال لها ايه اخبار ارصده النادي في الخزنه يا حجه؟ قالت له حرفيا يا ريس العمليه تمام، نقبض الموظفين والعمال ولا نعمل ايه يا ريس؟ راح جن جنون قال لها اتقبضي مين؟ اتقبضي مين؟ مفيش قبض لا موظفين ولا عمال. انا قلت مفيش قبض الشهر ده، يعني مفيش قبض الشهر ده لغايه ما يتعلموا الادب. ما هم شغالين عند ابوك، شغالين عند ابوك في الت... في ال... في الت... في التكيه. دول موظفين محترمين، موظفين محترمين وعمال نادي الزمالك وعمال شرفاء محترمين، مش تكيه ابوك اللي ورثتها وعايز تورثها لعيالك. قالها فيها شهيره نقبض مين؟
انا قلت الشهر ده مفيش قبض للموظفين ولا عمال يا شهيره. فطبعا الست كالعاده دول بيخافوا يترعبوا منه. اتخطب يا ريس بس الناس وظروفها والمدارس. قال لها لازم يتعلموا الادب، طول ما بينقلوا اخبار النادي لعبد النصر زيدان مش هقبض موظف. يا لهوي، هو انا طلعت السبب؟ يخرب بيتك يا مرتضى، هو انت هبل للدرجه دي؟ والله العظيم زعلان عليك وعلى فكرك، يعني عشان انا بقول اخبار النادي تحرم كل الموظفين من القبض، على كان خاطر مفيش اخبار توصلني؟ ده انت مش طبيعي والله. طب ما انت تشوف مين حواليك بيبوسك وبياخدك بالاحضان يا مرتضى، ويبوسك وانت داخل المكتب، ويسهر معاك ويقعد معاك، ويعني مش عايز اقول اكتر من كده، انت فاهم؟ يجيب الاكل وتاكل معاه وياكل معاك، وشلة الانس القريبة منك جدا دور فيها هتلاقي ابن الحلال اللي بيكلمني. لكن برضه هل ترضاها عليا ان موظف بسيط يكلمني انا بالقيمة دي برضه، مع احترامي للموظفين؟ ولا عامل يعني عامل دورة مية مثلا هيقول للناس بتخش دورة المية تعمل ايه؟ وبعد كده انت دورة المية بتاعتك وحدك وما بتدخلش فيها حد، اللي ورا المكتب اللي عاملها ورا المكتب، اللي ورا الكاس ورا الصورة بتاعتك تخش كده منها، دي دورة المية. فانت يعني لغاية ما يبطلوا ينقلوا الاخبار لعبد الناصر زيدان، ردوا انتوا يا جماعه. مش هرد انا والله العظيم، والله ما هرد. طبعا ايه، راح قال عبد الناصر زيدان ابن كذا وابن كذا وابن كذا وابن كذا، في واحد واقف عمل بين عنك، مش هقول لكم عليه، كان ده راجل محترم هو اللي كلمني. ايه دخل عبد الناصر في قبض الموظفين يا عم؟ اذا كان عاد قبض الموظفين وعد مني اهو اهو، مش هطلع لك لايف تاني وقبض الناس بكره. وعد مني اهو قدام الناس، لو قبضت الناس بكره مش طالع لايف اهو. لو قبضت الناس بكره او السبت او الحد، محدش يقول لي اجازات، الفلوس في الخزنه ما تلاقوش، الفلوس تحت ايده، ما اقول لك تكيت ابوه. اليوم اللي تقبض فيه الناس انا اخد قرار ما اطلعش لايف اهو قدام الناس كلها يا عم، قدام الناس كلها يا عم. وبعد كده امر يعني، بص اهو انا بستدعي لك دايما الميزانيه، راجل على قده زي حالاتي، معاه حته موبايل على قده زي حالاتي، ايوه غالي سنه بس يعني على قدي زي على قد حالاتي، وستاند موبايل فقير قد زي حالاتي. والفقر مش فلوس، الفقر حاجات كتيره جدا، انا فقير الى الله لكن غني في حاجات كتيره جدا، واخد بالك يا مر؟ لا الفقر ولا الغنى فلوس يا مر، ما انت معاك 2 مليار جنيه ايه المشكله يعني؟ مفيش حد في مصر بيحترمك، وانت عارف ان كل الناس بتسلم عليك عكان العطايا والمنح. انا راجل فقير الى الله، ادي حته ترابيزه يا ناس، وادي شويه صور عاملينهم مع بعضينا انا واصحابي، واباجوره ب 25 جنيه من الشواربي، واباجوره تاني كبيره من كارفور دي غاليه جدا داخله في 300 جنيه، والعمليه زي الفل. فين يا عم الاباجوره ام 75 جنيه اللي كانت امبارح؟ في اباجوره ب 75 جنيه اكسسوار بشوب بيها؟ فين يا عم الاباجوره يا عم؟ بص بص يا مرتضى، الاباجوره دي سلم يا بابا، ب 75 جنيه صيني تجيبها من اي حته. بص بص ايه رايك تلعب بيها وانت قاعد فاضي، تنفعك في اغراض اخرى، تشوف فيها لما تكون شيء تشوف. ولها فائده كبيره عندما ينقطع النور عليك في دوره الميه، عشان انت بتخاف من الفئران ومن الظلمه. بص بتنور ازاي، دي من اهم الاكسسوارات اللي عندي. يويو يا مرتضى، بص يا حبيبي، تتسلى تتسلى بدل ما انت قاعد تشتم في الموظفين. الله العظيم، في واحد نام جنبينا صحي يضحك.
والله العظيم ده اصلا بيحبك يا مرتضى اللي قاعد يضحك ده. يعني انا اصحابي بيحبوك على فكره، يعني واحد صاحبي بيختلف معايا يقول لي يا اخي يا اخي انت مش متخيل حياتي من غير مرتضى منصور تكون ازاي. ايوه انا ما بتفرجش عليه في البيت عشان ولادي ما تتحنلش اخلاقهم، بس بتفرج عليه على الموبايل سرا سرا، يعني عشان خاطر العيال ما ادبهم طبعا هيسمعوا الالفاظ الزفره بتاعتك دي. فقال لك ايه؟ والله العظيم ما انا مقبض الموظفين غير لما يبطلوا ينقلوا اخبار لعبد الناصر زيدان ابن تيت ابن تيت ابن تيت ابن تيت. طبعا ما عنديش صفاره هنا، لو انا في استوديو كنت قلت لكم اللي قالوا والمخرج هيعمل صفاره وانتوا فهمتوا. وبعد كده راح قال لها ايه؟ قال لها بص يا شهيره، قبض الشهر ده عليا الطلاق بالثلاثه لو جه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي ما طلعوا الحد. ما فيش قبض يا شهيره. فراحت الست قالت له طب يا ريس اهدى بس اهدى بس، طب تعالى ايه اقول لك على اقتراح. الموظفين اللي عندي في الاداره الماليه، يعني خلاص الست شهيره رضي الله عنها وارضاها بعت الموظفين يا جماعه. والله العظيم بعت الموظف تعمل لنا يا عم شويه شاي ولا حاجه، الليله دي ليله قدس والله، ليله الجمعه بيبقى كلها خير، والله بيبقى كلها خير وفرفشه، الشعب المصري كله بيفرفش. شهيره فجاه بقدره قادر يا رجاله راحت بايعه موظفين النادي، بعت الموظفين وراحت قالت له طب اهدى يا ريس، وراحت بقى تدور على مرتبها، عايزه تطلع باي مصلحه شهيره رشاد. قالت له يا ريس احنا الموظفين عندنا بتوع الاداره الماليه الحمد لله بيجيبوا فلوس كل يوم لعمليه تمام، فبيني ما بينك كده بيني ما بينك كده يا ريس مرتضى اقبضهم وما اخليهمش يقولوا لحد، الناس عندي مش عارفه تشتغل وقالوا لي يا هانم، قالوا لها هي يا هانم يا هانم شوفي لنا حل نقبض احنا العمال والموظفين كل شوية يطلعونا، فلو ما فيش أمل نقبض احنا، بس شوفي لنا حل نرد على العمال والموظفين برضه نقوليها. فبتقول له يا مرتضى هدوء يا ابني لو سمحت، هدوء لو سمحت، الناس قاعده تضحك زي كانها في مسرحيه. قالوا له قالت له ايه؟ طب يا عم الموظفين قاعدين يجونا هم والعمال نقول لهم ايه؟ ومش عارفه ارد عليهم. راح قال لها حرفيا الف لام خاء واو لام، قالها للست والله الف لام خاء واو لام ما اقدرش اقولها، اللي يدخل الاداره عندك كتفيه وقولي الكذا كذا كذا اللي عندك يطردوا بره النادي والكلام خلص معايا، وما فيش قبض لا للاداره بتاعتك ولا لاي موظف. انا بس برد على الناس اللي بيقولوا ايه، اللي بيقولوا يا عم عبد الناصر احنا عايزين قرار من الدوله مش وجع، لا نقر في الظالم لغايه ما جبله ينهار، لا يقع عليه لا ربنا يخفز بيه الارض. اوعى تسيب حقك، اوعى انا اهو اتكلمت وقائع بمستندات، لا شتمت حد ولا قلت ادبي على حد، اطلع رد قلنا جبت الشهيره رشاد وما قلت لهاش الموظف اللي يجي عندك او العامل انت وكذا كذا كذا موظفينك كتفوه واطردوه بره النادي، ارموه بره النادي وخلص الكلام عندي، وما فيش قبض حتى لو جالي رئيس الجمهورية. انت بتحط رئيس الجمهورية في جملة مفيدة ليه؟ بتحطه ليه في جملة مفيدة رئيس الجمهورية؟ طب ماشي بلاش يا عم دي. عمنا الاستاذ محمود معروف استاذنا المحترم، عشان خاطر بس لما باجي اتكلم على حد الناس بتزعل، استاذ محمود معروف يعني استاذنا واستاذ الاجيال تواجد في النادي
فقالوا له يا استاذ محمود بعض الموظفات، الموظفات انا دقيق، استاذ محمود معروف برضه بيحب القعده الطريه، بعض الموظفات قالوا له انت ما رضيتش يقبضنا. فطبعا الاستاذ محمود معروف الراجل يعني رسم نفسه وحقه، طبعا ده محمود معروف، قال لهم انا اخلص لكم الموضوع ده، انا اطمع اخلص لكم موضوع القبض ده. راح طالع فوق دخل على مرتضى منصور، يا استاذ مرتضى، يا سياده المستشار، بعد اذنك القبض بتاع، قال له اطلع بره يا محمود، اطلع بره يا محمود، انت جاي تكلم، مفيش قبض يعني مفيش قبض. وراح مهزق محمود معروف، ومحمود معروف كانت على السلم زي القطه النتايه اللي بتدور على القط بتاعها. اه والله العظيم انا اسف يعني في المثل، والله العظيم هذا حصل. ايه محمود مرتبات، ايه محمود اطلع بره. راح كانت الاستاذ محمود فتح سبرنت على السلم، قابلوه الموظفات، ايه يا استاذ محمود، قال لهم لا ما فيش قبض، ده راجل مجنون يا جماعه، اقسم بالله، قال لهم قبض ايه، ده راجل مجنون. مش عارف شفتوا الفيلم بتاع، شفتوا الفيلم اللي دخل عليه يا عم، ده راجل مجنون، ده راجل مجنون، انت بتكلم مين، ده راجل مجنون. ادي اللي حصل يا جماعه والله العظيم، ما بحد، ما فيش قبض، ما فيش قبض. بس انا وعدتكم وبقول لكم اهو للمره المليون، وعد مني لو قبضكم هوقف اللايف، اذا كان اللايف هو المشكله، حبا وتقديرا في موظفين وعمال الزمالك اوقف اللايف. اه الناس اللي بعد تعليقات هنطبع لكم مجموعه تانية. طيب ماشي. طب ايه اللي كمان حصل النهارده وجانا من داخل نادي الزمالك؟ محمد حنفي، فاكرين لما قلت لكم مش هيقدر يمشي كمال حسين مدير المشتريات؟ وكمال حسين بعت له مع وثيق، كلم محمود خالد قال لهم انا ببيتي لارجع بالتي هي احسن، لما تجيبوش سيرتي وانتم من طريق وانا من طريق، واللي هيجيب سيرتي هفتح كل الملفات والاوراق. الراجل الوسيط ده بعت لنا شويه اوراق من اللي عند كمال حسين مخبيهم، بس عايز مزمزه كده ذاكرهم واطلع لكم، لان مليانين زبد فيهم، حته من بيت الكلاوي وحته من الضلعه وحته من الفخده، والدنيا زي الفل. محمد حنفي طبعا مرتضى الان من رسائل كمال حسين، وانا بقول لكم كمال حسين راجع، راجع ورهنتكم هو والناس اللي معاه، وحكيت لكم قصه محمود خالد لما قال ازاي ناس سرقت النادي ترجع تاني، وكان رفض يديهم مفتاح الشقة بتاعت المشتريات، قالوا له انت بتتكلم ازاي، انت صابي هنا المعلم الكبير ان نرجع. ورجعت الموظفين وعمل معاهم تهيئ صورة، وفي الاخر في التهيئ قالوا له انت ولا تقدر تعمل اي حاجة يا عم محمود يا خالد، ولا عن، ولا اصلا عن هتقدر تستجوبنا ولا هنرد على اجاباتك. وراحوا قعدوا عادي، قعد الرئيس بتاع ام كمال حسين، حسين كمال قصدي، قعد الرئيس بتاعهم حسين كمال. فحسين كمال قلقانين منه، فمحمد حنفي راح مكلمه قال له يا سحس، الريس بيقول لك، شوفوا انا بقى اقول لكم اللي قاله مرتضى لمحمد حنفي، ومحمد حنفي اتصل بحسين كمال قال له حرفيا يا سحس ما تقلقش وانت راجع، راجع بس بيقول لك الواد عبد الناصر، شوف انا ما بتكسفش لما بقول لكم بيشتمني، بقول لكم بيشتمني، انا ما بتكسفش عادي، ترى راجل لسانه زفر وما فيش مشكله في الموضوع ده، لما بيشتم حد يزداد شرفا وتقديرا ما فيش مشكله، لان احنا ما بنردش الشتيمه بالشتيمه. قال له الريس بيقول لك انت راجع، راجع اداره المشتريات، بس اهدى عبد الناصر يخف علينا شويه في الملف ده، الريس بيقول لك عبد الناصر يخف شويه علينا في الملف ده. فحسين كمال قال له وإنا لمنتظرون. فالنهارده
الموظفين الغلابة لا ليهم علاقة بيا، ولا العمال الغلابة ليهم علاقة بيا، ولا أنا بصاحب آلاف العمال اللي مرتباتهم 80 مليون جنيه في السنة زي ما قدام الميزانية بتقول، لكن أقرب ما ليك هم أصحابي وحبايبي وبيكلموني ويبعتولي، وفي ناس مسجل لها وعندي أصواتها، وهم عارفين إن طول ما بيدوني الأخبار أنا مش هطلع تسجيلاتهم. اتعلمنا منك قلة الأدب يا مرتضى، اتعلمنا منك شغل الجاسوسية مش أنت بس. فقبض الموظفين كفاية حرام، عشان ربنا يفتحها على الفريق. عرفتوا بقى ليه الرسالة اللي عجبتني اللي جات من أحد المشاهدين والقراء ليا والمتابعين، اللي قال لي توقع إن السواد اللي حصل في الإدارة سينعكس بالسلب على فرقة الكورة، وأنا قلت له نحاول نعزل فرقة الكورة، بس قلت له موافقك في أول الحلقة معاكم النهاردة. السواد اللي انتوا شايفينه ده الناس ما تقبضش فينقلب بالسلب، زي ما ضيع الدوري في 8 ايام، ضيع الدوري في 8 ايام ناس ما قبضتش. مشكلة كهربا، كهربا قال الفرقة كذا رغم ان انا ضد اللي عمله كهربا، لان انا لا اشجع لاعب على الهروب من ناديه، انا القيم عندي لا تتجزأ، بس انا بقول لكم مين اللي كهرب الدنيا. 8 ايام خسر الزمالك الدوري اللي كان راكبه من اول اسبوع لغاية مباراة الجونة، وقعد يشتم نادر شوقي وعلي شوقي وخالد شوقي ومحمد شوقي وما سابش حد. نفس الوضع، مرتضى بيدمر في الزمالك حاليا خوفا من ان تكون نهايته قريبة، لانه عنده معلومات انها قربت جدا 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 جدا، انه كان اخر دور ليه في المسرحية كان الشهر ده، لكن الدور اللي جاي هو يعتمد على ان البطل يموت، مش يموت يعني يتقتل لا قدر الله، ربنا يديله طولة العمر، عشان ما يفهمنيش غلط، عشان بيرفع قضية على كل حرف، ربنا يديله طولة العمر ويشفيه من السكر النادر اللي عنده ويطول عمره ويخليه وما يحرمنا منه، ولكن انا بتكلم العرض المسرحي البطل مهمته انتهت، فلازم الفصل الاخير اللي جاي بدون بطل، لان الابطال فيه المظلومين، هيتجمعوا المظلومين على منصة رد المظالم، والقانون يقول كلمته وكل واحد هياخد حقه. فعشان كده هتشوفوا، بثبت لكم اللي انا قلته، لسه هتشوفوا سواد في الزمالك ومؤامرات على الموظفين وعلى النشاط الرياضي وعلى قصص كبيرة جدا. يكذب اللي انا بقوله ويقبض الموظفين ويعمل استقرار في النادي، ويعمل استقرار في النادي، يبقى كده هو مطمئن وواقف على ارضية صلبة. خلاص قفلنا الملف بتاع الزمالك، نروح في حصاد النهاردة. عندي في حصاد النهاردة حاجة مهمة جدا، عندي الصفحات، عندي صفحات الأهلوية ما يقرب من حوالي يمكن مئات الصفحات النهاردة، وحدد البروفايل بتاعهم بده، اهو اهو اللي وراكم، اهو البروفايل كله بتاع صفحات الأهلوية النهاردة، كل صفحات جروبات الأهلي، وحدد ده اهو، من يحمي مرتضى منصور، من يحمي مرتضى منصور، اهو معلقه لكم، وتقديرا مني للأهلوية اللي بينصروا الحق والعدل في هذه الأزمة، ماليك دعوة بغيرها، ده هيتعلق هنا لغاية ما نشوف نهاية والقانون يأخذ مجراه. من يحمي مرتضى منصور، اهو كل بروفايل الأهلوية اهو، وطبعه لكم هنا اهو، من يحمي مرتضى منصور، كل بروفايل الأهلوية، ده كان من أهم الأحداث النهاردة اللي كانت على صفحات سوشيال ميديا. كمان عندي حالة، عندي خبر مهم جدا، بيقول إن في حالة من الترقب، ألبس النظارة وآخد شفطة شاي عشان بكرة بعد صلاة الجمعة في اجتماع مهم جدا، حالة من الترقب تسيطر على مجريات الأحداث داخل النادي الأهلي،
ترقبا وانتظارا لرد مؤسسات الدولة تجاه الشكاوى العديدة التي تقدم بها النادي لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك في حق الأهلي وقيادته وجماهيره. ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا هاما للغاية بعد ظهر الجمعة في فرع مدينة نصر من أجل تقييم موقف بعض الشكاوى التي تم تقديمها إلى العديد من مؤسسات الدولة والجهات المعنية من أجل إيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك التي لم تتوقف حتى الآن. وقالت مصادر داخل النادي الأهلي أن اجتماع الغد المرتقب سيشهد إمكانية تصعيد الأزمة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، خاصة وأن مجلس إدارة النادي الأهلي يرى أن ما يقوم به رئيس نادي الزمالك يخالف لوائح الاتحاد الدولي ورسالة هامة إلى الفيفا. سننتظر هل الأهلي هيقرر اللجوء للفيفا ولا لا. وكانت الساعات الماضية قد شهدت تقدم الأهلي بشكاوى عديدة اللي أنا قلتها لكم، ورد مرتضى منصور قال الثمان جهات اللي بعت لها الأهلي ولا تهز شعرايا في جسمي. عشان بكره اجتماع النادي الاهلي بعد صلاه الجمعه. ده بقى اخر حاجه معاكم، ده الخطاب اللي جه لنادي الزمالك من الاتحاد الافريقي لكره القدم، وبيقول لنادي الزمالك انت مدعو يوم 9 لحضور قرعه دوري ابطال الدوري. انا عارف ان ناس كتيره تابعت النهارده علاء صادق وهو بيتكلم وبيتكلم عن قضيه رشوه ومش عارف ايه. انا حذرت كل الاعلام والكلام اللي قاله الكابتن شوبير الصبح والناس اللي بتكتب، وانا حذرت الجميع التزموا الصمت عشان ما تضيعوش حق الزمالك. الموضوع شائك ومتشعب. امبارح كانت الناس بتقول ان وصلت دعوه لنادي فوت السنغالي وما وصلتش للزمالك وده معناه ان الزمالك بره. النهارده وصل الخطاب لنادي الزمالك، ردكم ايه بقى؟ اختشوا على دمكم، اصبروا شويه اصبروا شويه. انا مش عارف يا جماعه، احنا في مصر بنضيع حقنا، بطلوا لكلكه ولتلته. انتظروا يوم 9، انتظروا يوم 9، بلاش تأليف. امبارح طلعتوا الزمالك بره البقولة، النهارده بتتكلموا في إعادة المباراة، مفيش حد يعرف القرار. في تحقيقات كبيرة وأنا عندي الملف بالكامل ووعدتكم إن أنا أقول لكم تفاصيله بعد يوم 9 أو يوم 9 بالليل بعد القرار، من أجل مصلحة الزمالك العليا. أي كلام في الملف بيضر بمصلحة الزمالك لغاية يوم 9. لغاية يوم 8 صدور القرار، وهيطلع في وقت متأخر. لكن في دعوة وصلت للزمالك اهي بتكذب اللي كانوا بيقولوا امبارح ان الزمالك بره، عشان راحت دعوة لنادي فوت السنغالي انه يحضر قرعة دوري الأبطال وما راحتش للزمالك. أهو أدي الجواب، أهو جبته لكم أهو أهو. في بكرة أتكلم معاكم في حاجات مهمة جدا خاصة بالتفتيش المالي والإداري، لماذا لا يذهب في نادي الزمالك وكيف تسير الأمور بشكل يدوي. وكمان أكلمكم على رئيس اتحاد كرة القدم عشان تبعتوا لي الأسئلة، السيد عمرو الجنايني اللي بيطلع في كل اللقاءات الرسمية وهو حاطط لوجو بنك السي آي بي. يا ترى بيدفع فلوس الدعاية وهو رئيس اتحاد الكرة المصري للاتحاد حق لبسه هذا اللوجو؟ يا سيد عمرو كان ممكن تلبس اللوجو ده قبل ما تبقى رئيس اتحاد ومحدش يقول لك حاجه، لكن اما وان اصبحت رئيس اتحاد كره القدم المصري لازم حضرتك تحط هنا لوجو الاتحاد، لوجو البنك بتاعك دعايه مدفوعه وعدم الحساب عليها اهدار ملعب. قصه اتحاد الكوره ودولاب العمل فيه تسير من سيء الى اسوأ، وليها معايا معاكم حلقات كبيره جدا. أتمنى أن أنا ما أكونش طولت عليكم، سعدت بيكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في لايف جديد. والله ما عايز أسيبكم، بس أنا إيه مش عايز هو إحنا قد إيه وقت؟ قد إيه وقت؟ ساعة و10. يعني ساعة و10، كويس قوي عشان ما تزهقوش مني. الله عليك يا ريس، أشكرك يا أستاذ طارق شكرا جزيلا. يعني مش عايز بس أطول عليكم، الناس بقتلي بتقول يعني مش عايز، خلينا نبقى خفاف عليكم وان شاء الله باذن الله نلتقي في لايف جديد غدا باذن الله تعالى. لا اله الا الله محمد رسول الله، وربنا ينصر مصر وان شاء الله باذن الله ينصر الزمالك ويكسب قضيته في هذه الازمه، وبعد كده نحاسب اللي غلط على المشاريب ونعلمه الادب. ولكن دلوقتي خلينا همنا في الزمالك، ربنا يعدي من هذه الأزمة، وننتظر اجتماع النادي الأهلي ماذا سيسفر عليه بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوش
إنا لمنتصرون، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.